طائرة أوكرانيا المسيرة UJ-22 إيربورن أسند إليها دور الوصول لقلب العاصمة الروسية موسكو، أو على الأقل كانت السلاح الأكثر ترجيحاً. ما هي هذه الطائرات بدون طيار؟ وهل تستطيع فعلاً الوصول إلى موسكو وما وراءها كما يجادل عسكريون أوكرانيون؟ إذن مسيرات UJ-22 اعتمدها الجيش الأوكراني عام 2020، لكنها لم تدخل الخدمة على ما يبدو قبل عام 2022. هذه المسيرات التي يتم إنتاجها في أوكرانيا يبلغ مداها حوالي 800 كيلومتر، هي متعددة المهام بما في ذلك الهجوم والاستطلاع وعمليات البحث وحتى الإنقاذ، تعمل ليلا نهارا وفي جميع الظروف الجوية وحتى سيئة منها، يمكنها الطيران لسبع ساعات متواصلة على ارتفاع 6 كيلومترات، أما سرعتها فتتراوح ما بين 100 و 160 كيلومترا في الساعة، فهي مسيرات قادرة على استيعاب حمولة زنتها 20 كيلوغراما من الذخائر وبينها قنابل جوية غير موجهة من عيار 82 مليمترا. تمتلك نظام طيار آلي يتيح لها بالتحليق بدون حتى إشارة GPS. هذه المسيرات نشطت في سماء موسكو مؤخرا واقتربت منها في مناسبات عدة بين هجوم على مدينة كولومنا في ضواحي العاصمة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.